أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم ماشية الصحافة، حيث نواصل تسليط الضوء على أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية حول مناقب ومآثر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. ويسعدنا أن نستضيف المحلل السياسي دكتور عبد الله سعود المطيري، حياك الله معنا دكتور. يا هلا، حياك الله أخوي سعود. إذن مشاهدينا بعد الفاصل نبدأ بجولتنا المحلية. ونبدأ جولتنا من صحيفة الرأي التي تناولت استقبال سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في قصر بيان، حيث وضع سمو رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف سموه حرصا على توليه المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة سمو أمير البلاد. وقد أثنى صاحب السمو على جهود سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المناطة بهم، مؤكدا سمو ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين، مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها. صحيفة القبس عنونت قائد الإنسانية دافع عن قضايا العرب والمسلمين، وتحت هذا العنوان كتبت القبس أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه تلقى أمس المزيد من رسائل التعازي بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله، وجدد الرؤساء والقادة وكبار المسؤولين في العالم التأكيد أن الفقيد الكبير سيظل خالدا في تاريخ الإنسانية بإنجازاته وأعماله المخلصة ومساهماته المشهودة في تكريس الأمن والسلام إقليميا ودوليا. وأكد قادة ومسؤولون أن قائد الإنسانية كان خير مدافع عن قضايا العرب والمسلمين، وأسس دبلوماسية الحوار والسلام وإغاثة الملهوفين. وننتقل إلى صحيفة الجريدة، حيث كتبت أن مجلس الوزراء استذكر في اجتماعه ليلة أمس الأول الأعمال الجليلة والتضحيات المشهودة التي قدمها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طوال مسيرته الزاخرة بالعمل المخلص والإنجازات، مؤكدا أن هذه الصفحات الناصعة ستظل وتبقى خالدة في ذاكرة التاريخ مدى الدهر. أما في صحيفة الشاهد مشاهدينا، تناولت إشادة الحكومة اليمنية الشرعية بالإرث الإنساني والسيرة العطرة التي خلفها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه ومواقفه المشرفة والمشهودة تجاه اليمن. وقالت الشاهد أن بيانا صدر عن الاجتماع الأسبوعي لحكومة تصريف الأعمال اليمنية برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك أعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يلهم أسرة أهل الصباح الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان، وثمن المواقف المشهودة لسمو الأمير الراحل تجاه اليمن في مختلف الظروف، والذي يأتي امتدادا للدور الكويتي الأخوي والحريص على استقرار ومساندة اليمن. وأشاد بالإسهامات الكبيرة للكويت في تمويل ودعم مشاريع حيوية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها. أما في صحيفة النهار مشاهدينا، نقرأ مقال رأي كتبه عارف أبو حاتم تحت عنوان في وداع عاشق اليمن الأول سلام الله عليك أبا ناصر. تحت هذا العنوان قال الكاتب: أتيت إلى السفارة الكويتية في الرياض لأعزي فيك ليس بصفتي دبلوماسيا يمنيا، بل بصفتي مواطنا يمنيا درس في المدرسة التي أنشأتها الكويت، ثم انتقل إلى الجامعة التي بنتها الكويت، وتعالج في المستشفى الذي بنته الكويت، ومشى على الطريق الذي عبدته الكويت،
واستضاء بالكهرباء التي أنشأتها الكويت، وحرسني وحرس وطني والجيش والأمن الذي أنفقت عليه الكويت، ومن علمني تلقوا تعليمهم بفضل الكويت، فكيف لا أحب الكويت؟ وأضاف الكاتب: بلد اليمن يقرأك السلام ويدعو لك، فقد تركت فيه من المآثر الطيبة الصادقة ما نعجز عن شكره وذكره، لقد أحببت اليمن كما لم يحبها أحد من قبل، أحببتها منذ رأيتها لأول مرة على الخريطة في صباك، وحتى اللحظات الأخيرة من مشاورات الكويت بين الأخوة الأعداء الذي سفكوا دماء بعضهم. كنت في صيف 2016 تتابع عن قرب مشاورات اليمنيين، وفتحت لهم قصرك قصر بيان لأكثر من 100 يوم تنتظر متى تشرق شمس السلام. تابعت ورعيت وبذلت واجتهدت بحرص الأب الرحيم على أبنائه، سخرت لنا كل إمكانيات الكويت السياسية والمادية، نصحت بصدق وحرص حتى قلنا اللهم أنه قد بلغ ونحن نشهد. وختم الكاتب أن ذلك هو نص التعزية التي دونها في سجل التعازي بمقر السفارة الكويتية في الرياض. نقف عند هذا المقال الدكتور، مواقف أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه مشرفة مشهودة تجاه خصوصا اليمن هنا حسب ما تم ذكره في صحيفتي الشاهد والنهار، ما هو تعليقك عليه؟ نعم أخوي سعود، في البداية وقبل أن نبدأ حديثي أعزي نفسي وأعزي الشعب الكويتي وأسرة آل صباح على فقيدنا، فقيد الأمة العربية والإسلامية بل العالم بشكل عام، شيخنا رحمة الله عليه الشيخ صباح الأحمد الجابر. نعم اليوم نحن نمر في 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 أيام عصيبة على فقدانه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يكون إن شاء الله في جنات الخلد. نعم أخوي سعود، تكلمت عن اليمن وصاحب السمو رحمة الله عليه، يديك ممدودة إلى الجميع والجميع يقف إلى جانبه ودائما ما يساعد ويحس في معاناة أشقائه وأخوانه العرب ويكون بجانبهم في جميع قضاياهم سواء في السراء أو في الضراء. وأن تكلمنا عن اليمن، دائما اليمن في قلبه ويحمل هموم اليمن، وأخوانه في اليمن لهم أولوية خاصة عنده كحال أي شعب في هذه الأرض مسلم وعربي أو أي شخص يحتاج مساعدة من رحمة الله، دائما ما يكون جنبه، هذا ما عرفنا عنه. ونعم نعلم جيدا بأن اليمن دائما بجانبها، وهو من تبنى معاهدة السلام ووحدة الصف والكلمة بين الشعبين بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، وكان له جهد واضح وكبير حتى تمكن من توحيدهم وجمعهم ولم الشمل ووحدة كلمتهم، وكان اليمن في قلبه أينما كان ودائما ما يحمل هموم اليمن. ولعل ما تفضلت فيه قبل قليل وذكرت بأن فتح قصر بيان العامر لهم 100 يوم وتحمل جميع تبعات هذه الأمور والمصالحة ووحدة صفهم، ودائما ما يسعى إلى أن يكون العالم أجمع متحد وعلى قلب واحد، فما بالك إن كانوا أشقاء وأخوان في اليمن أو في أي دولة عربية أو مسلمة. هذا ما عرفنا عنه رحمة الله عليه، دائما يمد يد العون إلى الجميع، وإلا لم يكن أمير الإنسانية ولم تكن الكويت بلد الإنسانية رحمة الله عليه. اللهم أمين. نعم قائد حكيم، تحت هذا العنوان كتبت منتهى العجيل مقالا في صحيفة الكويتية، وقالت الكاتبة في إشارة إلى أمير البلاد الراحل إن اسمه ارتبط في التاريخ محليا وعالميا، وبفضله اكتسبت الكويت سمعة طيبة ومكانة مرموقة في العالم، حيث كان سموه من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم. وأضافت الكاتبة أن سموه حصل على عدة ألقاب منها القائد الحكيم، حيث تجلت حكمته في مواقفه الخالدة، لعب دورا قياديا وزعيما وطنيا أثناء الأزمة الخليجية، فأنقذ الكويت والكويتيين من الآثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الحصار المفروض بين دول الخليج،
وبفضل حكمته انتعش الاقتصاد الكويتي أثناء الأزمة الخليجية وساهم في حل الأزمة الخليجية. وذكرت أنه استحق لقب قائد العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة نظرا لحرص سموه على تنفيذ الكثير من المبادرات والمشاريع الإنسانية في مختلف دول العالم. في السياق ذاته، أشارت صحيفة الوسط في أحد إصداراتها إلى تأكيد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون أمس أن العالم خسر قائدا عظيما وشخصية دبلوماسية وإنسانية فذة بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد. وأضاف بان كي مون بحسب بيان سفارة الكويت في كوريا الجنوبية في أثناء تقديم واجب العزاء بوفاة سمو الأمير الراحل، أن سمو الأمير كان من أكبر الداعمين للقضايا المحلية والإقليمية والعالمية لا سيما الإنسانية منها، موضحا أن سموه عمل على استضافة بلاده العديد من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية لدعم ومساندة العديد من تلك القضايا لا سيما القضية السورية. وأكد أن الأمير الراحل استطاع بحنكته ورؤيته الثاقبة أن يضع الكويت على خريطة العالم ويؤسس دعائم العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة. الصداقة العراقية الكويتية وبمشاركة الفنانين يزورون قبر سمو الأمير الراحل. تحت هذا المانشيت نقلت صحيفة الأنباء عن رئيس لجنة الصداقة العراقية الكويتية الشعبية الشريف بلال العبدلي قوله إن من كان يحب سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله فإن الشيخ صباح الأحمد قد مات، ومن كان يحب الإنسانية فإن الإنسانية حية لا تموت، مؤكدا أن حب الشيخ صباح الأحمد لا يموت لأنه أمير الإنسانية وقائدها وحكيم العمل الدبلوماسي الذي ليس له مثيل في هذا العالم، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته. صحيفة كويت تايمز كتبت أن موظفي مدرسة الجالية الهندية شاركوا في تجمع خاص تم تنظيمه عبر الإنترنت لتقديم العزاء لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه. وذكرت أن الحدث وقع يوم الاثنين بالتزامن مع اليوم الوطني للحداد الذي أعلنته حكومة الهند كعلامة احترام للشيخ صباح. شارك حوالي 1000 شخص بما في ذلك الموظفين والطلاب من الجالية الهندية في هذا التجمع. إذن قادة الدول هنا وسياسيون دكتور عبد الله وأيضا اقتصاديون ومنظمات دولية وفنانون وأفراد من جميع دول العالم عزوا بوفاة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، ما دلالة ذلك؟ طال عمرك أخوي سعود، كيف لا يفقدون مثل صباح الأحمد رحمة الله عليه؟ فقدناه نحن، ولكن عزاءنا بأنه ذاهب إلى رب العالمين إلى أكثر أكرم الأكرمين وأرحم الراحلين، ندعو له في جنات الخلد إن شاء الله. هذا الحاكم الذي يعني لم يأتي مثل هذا الحاكم من طراز فريد حقيقة، حاكم قريب من شعبه قبل أن يكون من العالم، حاكم ذهب بروحه ولكن يبقى بجسده، بكلماته يبقى في توجيهاته، رحل رحمة الله عليه روحا وجسدا ولكن تبقى بيننا وفي ذاكرتنا أبدا ما عشنا في هذه الحياة. هذا الحاكم افتقدناه نحن كشعب وافتقده العالم بشكل عام، كيف يا أخوي سعود لا يفتقد هذا الحاكم وهو القريب منهم في كل مشاكلهم؟ أنا لن أتكلم عن المؤتمرات التي عملها للسوريين أو الفلسطينيين أو في اليمن أو في السودان أو غير بلدان العالم بشكل عام، ولكن كنا أتكلم عن أمور قد لا يعرفها الجميع. هذا الحاكم يتبرع حتى إلى أيتام في كوريا الشمالية، يتبرع إلى منكوبين عبارة سلام، يتبرع إلى مدارس للأيتام، يتبرع إلى مرضى في مستشفيات لا أحد يعرفها في بلدان لا أحد يعرفها. أخوي سعود تبرع ووصل خيرات الكويت وتوجيهات صاحب السمو رحمة الله عليه. هذا الحاكم الإنساني لم يأتي هذا اللقب أخوي سعود من فراغ، إنما أتى من خلال أفعال ولا يعني حصل على هذا اللقب حكام كثر، ولكن هذا الحاكم رحمة الله عليه تميز عن غيره حقيقة. هذا الحاكم ابتسامته، دعواته للجميع، محبته، بساطته، بل هو أبسط من البساطة يعني رحمة الله عليه، كان
دائما أمير الإنسانية، أمير التواضع. حقيقة لو تكلمنا وذكرنا الشواهد أخوي سعود كثيرة لن نوفي هذا الحاكم رحمة الله عليه حقه. الشيخ صباح رحمة الله عليه لم يكن محتاج أو شخص في عازة أو دولة تحتاج مساعدته أو مساندته، أو بل يعني حتى لو ما احتاج هو يصل لهم. دائما ما يكون إلى الجميع على صف واحد، ويعرف في دبلوماسيته وفي ذكائه كيف يقرب الجميع وكيف يجعل الجميع يحترمه ويحترم الكويت ويضع الكويت على خارطة هذا العالم، هذا البلد الصغير في حجمه الكبير في أفعاله في حكامه، هذا البلد الذي مد يد العون للجميع. والدليل أخوي سعود لما حدث الغزو الصدامي الغاشم رأينا العالم كله أجمع على عودة الشرعية لهذا البلد، وكان مع الكويت لم يكن من فراغ أخوي سعود ولا لحاجة مادية أو غيره، ولكن أتى ووقف إلى جانب الشرعية الكويتية لأن حكام هذا البلد ومسؤولينه وصلوا إليهم وساعدوهم ووقفوا معهم في معانهم. لذلك كان من المفروض والواجب على الجميع، وهو ما حدث حقيقة ليس أمرا بل طواعية ومحبة لهذا البلد ولهذا الحاكم. نعم أخوي سعود، نعم دكتور، مهما تكلمنا وما ذكرنا لن نوفي هذا الحال. نعم دكتور عبد الله، مستمرين معكم مع السادة المشاهدين في ماشية الصحافة، لكن بعد هذا الفاصل نتجه إلى الصحف العربية والعالمية. في صحيفة الشرق مشاهدينا مقال الدكتور ماجد الأنصاري بعنوان غياب الصباح، المسيرة الحافلة لعميد الدبلوماسية العربية. تحت هذا العنوان يكتب صاحب المقال: شيع سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في يوم الأربعاء الماضي في جمع من أقاربه وبهدوء لافت فرضته إجراءات التباعد الاجتماعي، ولكن أنظار الخليجيين شخصت نحو الشاشات وهم يشاهدون آخر رموز النشأة السياسية الخليجية وعميد دبلوماسيتهم يغادرهم تاركا إرثا ضخما من الإنجازات السياسية والدبلوماسية عز نظيره. ولقد زخرت شاشات التلفزة ومقالات الصحف باستعراض إنجازات الراحل والحديث حول مناقبه ومواقفه المختلفة، وفي إطار هذا الزخم ربما مر المارون سريعا على جزء مهم من إرث الراحل بدأ به مسيرته الدبلوماسية وختمها به. فالراحل منذ يوم الكويت الأول في الساحتين الإقليمية والدولية قاد جهود الوساطة الدولية في أصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أخذته إلى أقاصي الأرض، ما إن عاجل الغزو الكويت الحاضر إقليميا ودوليا انكبت جهود الراحل على تحرير بلاده، وكانت جهود السلام التي طاف بها سموه العالم رصيدا مهما مكنه من قيادة جهود تشكيل التوافق الدولي لصد الغزو وإخراج المحتل، واستمر جهوده في إعادة الكويت إلى مساحة التأثير الدولية، وخاصة بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث عادت الكويت إلى لعب دور محوري في قضايا المنطقة التي زادت تعقيدا يعلق الكاتب. دكتور، رصيد دبلوماسي استثنائي وإرث سياسي ضخم، لا شك أن هذا الإرث يشكل أساسا متينا للكويت في علاقاتها الخارجية، كيف نبني على هذا الإرث لمواصلة خط السياسة الخارجية التي وضعها فقيد الكويت والأمة طيب الله ثراه؟ نعم طال عمرك، ما في شك أن الفقيد رحمة الله عليه وضع كثير من الأمور سواء داخليا أو خارجيا، ووضع خط للسياسة والتوازن، وعلم الساسة حقيقة كيف يكون التوازن في القضايا السياسية سواء الخارجية أو الداخلية. ولكن إن شاء الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد رفيق درب الفقيد كان قريبا منه وتتلمذ على يده وتعلم الحنكة والدهاء السياسي وكيفية فن التفاوض ومهارة التعامل مع كثير من القضايا سواء داخليا أو خارجيا. هذا الحاكم عسى ربي أن يطول بعمره وأن يمد بالصحة والعافية، ليس بعيد عن الفقيد كما ذكرت، إنما تعلم منه وسوف يحمل قضاياه وتعليماته وتوجيهاته وفكره واستنارة
حكمته في كثير من القضايا وسوف يتبناها ويسير على هذا الخط. الشيخ نواف شيخ الفقيد رحمة الله عليه أمد الشيخنا حفظه الله في كثير من تفاصيل السياسة وكيفية التعامل، وهذا ما سوف يقوم به صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وسوف يكمل مسيرة الفقيد رحمة الله عليه، وهو خير خلق خير سلف. ونعلم مدى حنكة الشيخ نواف وتعاطيه مع الأمور والملفات السياسية، ونحن نمر في مرحلة مفصلية حقيقة في العالم بشكل عام، وكثير من القضايا والهموم السياسية التي تحيط في المنطقة. أعلم جيداً بأن الشيخ نواف قادر أطال الله في عمره على التعامل وإكمال مسيرة الراحل والسيطرة على كثير من الأمور والقضايا السياسية، وسوف يقوم بما قام به الفقيد من توازن المنطقة والجميع على مسطرة واحدة، والقضايا بشكل عام تكون متساوية وتكون بين الشعوب خاصة العربية والإسلامية. إذن مشاهدينا، تنضم إلينا مراسلتنا من واشنطن داليا الكومي، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. نرحب أيضا بمراسلتنا داليا الكومي من واشنطن، أهلا بك في مانشيت الصحافة. داليا، كبريات الصحف الأمريكية خصت الفقيد بتغطية خاصة نظرا لعلاقته المميزة مع دوائر صنع القرار في أمريكا، وباعتباره حليفا يعتمد عليه في صناعة السلام، مثل ما قال عنه جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في أعمدة نيويورك تايمز. كيف تابعت الأوساط الصحفية والإعلامية والسياسية الأمريكية خبر وفاة فقيد الكويت والأمة الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه؟ صباح الخير الزملاء الأعزاء في الاستوديو. بالفعل خصصت كبريات الصحف الأمريكية، وقد سرت بعض الشبكات الإخبارية على رأسها السي إن إن، أعلنت خبر وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، مؤكدة أن سموه طالما ما حظى باحترام وثقة العالم لجهود سموه الحثيثة في المحافظة على الاستقرار والسلام في منطقة الخليج. وسردت السي إن إن الإخبارية تاريخ سموه الحافل بالدبلوماسية الهادئة وما وصفته بالرزانة التي ميزت سمو أمير البلاد الراحل. شبكة سي إن بي سي الإخبارية على الجانب الآخر أعلنت خبر وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وصف سموه باستخدام الخبرة والحنكة السياسية والدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين دول الخليج والمحافظة دائما على استقرار وأمن الخليج. الإيكونومست عنونت أمير التعاون، والذي فقد الخليج بوفاته قائدا دبلوماسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جريدة الول ستريت جورنال نشرت افتتاحية بعنوان وفاة عملاق الدبلوماسية العربية، مؤكدة كيف استطاع سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه من قيادة دولة الكويت لتصبح منارة للسلام. وأخيرا نأتي لجريدة الواشنطن بوست، والتي أيضا خصصت افتتاحية لنشر خبر الوفاة وعنونت كيف أن وفاة سمو أمير البلاد الراحل غيب الصوت الأكثر تأثيرا في دول الخليج. مراسلتنا من واشنطن داليا الكومي، شكرا جزيلا لك. أما في صحيفة الرأي الأردنية مشاهدينا، مقال بعنوان ورحل الشيخ صباح للكاتب رجا طلب، وصف فيه الراحل الكبير بأنه لم يكن من ذلك النوع الذي يحب الكلام لمجرد الكلام،
كان في كثير من الأحيان يرد على الأسئلة بلا أو بنعم صحيح، وفي الإجابة عن أسئلة مفصلية كان يجيب باختصار وبكلام جزل وحاسم، وكان يرفض التعليق على الكثير من الأمور التي يعتبرها لا تهم الكويت أو الأمة العربية. تميز الشيخ صباح رحمه الله بهدوئه ومعرفته الدقيقة بالملفات الشائكة التي كان يتصدى لها، وكانت ابتسامته التي لا تفارق وجهه جزءا مهما من نجاح مساعيه. وكنت قد أطلقت عليه مبكرا لقب الإطفائي الذي يقوم بمهمة إخماد الحرائق في الإقليم، يعلق الكاتب. ولا أنسى مبادرته لتشكيل اللجنة السداسية لحل أعقد المشاكل، وقت ذاك أقصد المشكلة اللبنانية. كان رحمه الله عارف بخبايا الملفات الصعبة والشائكة، لكنه كان دائما يجد ثغرة ينفذ من خلالها لصناعة سلام أو ترتيبات لسلامه. صحيفة اندبندنت عربية تكتب في عنوان عريض: أمير الكويت يترك إرثا سياسيا حافلا بالأحداث التاريخية. لأمير الكويت الراحل مسيرة مليئة بالوساطات، إذ عرف خلال حياته بالوسيط الموثوق به من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، تعلق الصحيفة. بألقاب عميد الدبلوماسية والحكيم العرب وأمير الإنسانية، كان لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر 91 عاما سجل عربي ممتد ومسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات في أخطر أزمات بلاده والمنطقة، إذ عرف خلال عقود مسيرته بكونه وسيطا موثوقا به من قبل الدول الإقليمية والمجتمع الدولي. وقبل تسلمه مقالد الحكم رسميا في يناير عام 2006، قضى الشيخ صباح عقودا في أروقة الدبلوماسية والسياسة خلال عهدي أخيه غير الشقيق جابر الصباح وابن عمه سعد الصباح، وتولى عددا من المناصب أبرزها وزير الخارجية والإعلام ونائب رئيس مجلس الوزراء ليعين رئيسا لمجلس الوزراء عام 2003. ينظر إلى الأمير الراحل على أنه مهندس السياسة الخارجية الحديثة لدولة الكويت، كما امتازت مسيرته بجهود متواصلة في حل الأزمات التي سبق أن عصفت بمنطقة الخليج، استحق بفضلها أن يلقب بعميد الدبلوماسية العالمية وحكيم العرب، كما أبرز دور الكويت في العمل الخيري الإنساني في عهده لتلقبه الأمم المتحدة بأمير الإنسانية وقائد العمل الإنساني، حيث جعل الكويت في عهده مركزا للعمل الإنساني واستضاف أكثر من مؤتمر دولي للمانحين لدعم الأوضاع في بلدان الإقليم المتأزمة، تكتب اندبندنت عربية. إذا مشاهدينا ننتقل وياكم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومنها تضعنا مراسلتنا هناك أمان السيد في قلب اهتمامات الصحف السودانية وأبرز ماشيتاتها ضمن هذا التقرير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مانشيت الصحافة، والتي نخصصها لأهم ما تناولته صحافة الخرطوم عن فقيد الأمتين العربية والإسلامية المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. نستهل الجولة بصحيفة الوطن والتي كتب في صفحتها الأخيرة الباقر عبد القيوم: توقفت قلوبنا حزنا على وفاة حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. لقد فقدت الأمة العربية والإسلامية برحيله قائدا عظيما وزعيما فذا عرف بالحكمة والوسطية والاعتدال في كل أمر يطرقه، لأنه كان قائدا من أغلى قادة الأمة العربية والإسلامية، ذلك لأنه اشتهر بأنه رأس الحكمة فاتسمت قيادته بالدبلوماسية المحنكة. ننتقل إلى صحيفة التيار، وقد اهتمت برحيل المغفور له بإذن الله، حيث تناولت الصحيفة سجله الحافل بالأعمال الإنسانية ومبادراته لرأب الصدع، حيث قالت الصحيفة إن سمو الأمير الراحل ساهم في رأب الصدع لعدة أزمات أبرزها الأزمة اليمنية والحرب العراقية الإيرانية. نواصل الجولة، وفي صحيفة الجريدة نعت مجموعة تأزين للاتصالات المغفور له بإذن الله تعالى أمير الإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.
نختتم هذه الحلقة من مانشيت الصحافة بصحيفة السودان الدولية، والتي كتبت في صفحتها الداخلية عن السيرة الذاتية للأمير الراحل طيب الله ثراه، وعن سجله الذي وصفته بالمشرف لدولة الكويت. بذا تنتهي هذه الجولة من مانشيت الصحافة. هذه عودة للزملاء. تحياتي أماني عبد الرحمن السيد الخرطوم. الإكسبرس الفرنسية مشاهدين عنونت: الكويت تعين أميرا جديدا بعد وفاة الشيخ صباح. تحت هذا العنوان تكتب الإكسبرس: أدى الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد اليمين أمام البرلمان مع دخول الكويت فترة الحداد الوطني البالغة 40 يوما، كان حتى الآن ولي العهد. كان الشيخ صباح مخضرما في السياسة وعميدا للدبلوماسية في منطقة الخليج، وأشاد قادة العالم والكويتيون بإرث الأمير السابق الذي دكتور عبد الله، العالم كله هنا يراقب الشأن الكويتي. ألا تعتقد أن سياسة هذا البلد الصغير التي هندسها الأمير الراحل طيب الله ثراه فرضت الكويت عنوانا مهما في المنطقة والمسرح الإقليمي؟ نعم أخوي سعود، ما في شك أن الكويت لها دور محوري في المنطقة. هذا ما قام به الفقيد الراحل رحمة الله عليه، وضع الكويت على خريطة العالم وجعل الكويت تكون دائما سباقة في جميع القضايا السياسية التي تعني المنطقة بشكل خاص العربية والإسلامية وبشكل عام العالم أكمل. نعم، سياسة الكويت كانت سياسة الوسطية بقيادة صاحب السمو رحمة الله عليه. سياسة الكويت كانت سياسة حكيمة، لم تكن سياسة متهورة أو تحاول أن تعمل شيء لشيء، انما تعمل الشيء ليكون في الجميع، يكون في جميع قضايا السياسيه على خط واحد، وان تكون المصلحه العامه للجميع متساويه، وان تكون جميع الاطراف راضيه ومستفيده من جميع سياسه وتوجيهات صاحب السمو رحمه الله رحمة واسعة، وأن الكويت دائما عمود التوازن في المنطقة العربية والإسلامية والخليجية بشكل خاص. ولعل في الفترة الأخيرة رأينا صاحب السمو رحمة الله عليه حاول أن يلم الخلاف الخليجي وأن يوحد الصف، ولا زال إن شاء الله حاكم هذا البلد الجديد يسير على نهجه، وأن نفرح في إنهاء هذا الخلاف الذي تمناه صاحب السمو رحمة الله عليه وسعى له. وأعتقد بأن أخوانا في الخليج سوف يكون لهم دور في رأب الصداع وتحقيق أمنية الراحل رحمة الله. نعم. نعم دكتور عبد الله، إذن مستمرين معكم في مانشيت الصحافة، والآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى كاريكاتير اليوم بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم مشاهدينا من صحيفة الغد الأردنية، ونطالعه مع ضيفي دكتور عبد الله وتعليقك حول هذا الكاريكاتير دكتور. نعم، هذا الكاريكاتير يعني الفقيد رحمة الله عليه رفع الكويت في جميع المحافل والقضايا السياسية وعلم الكويت كذلك. نعم دكتور عبد الله المطيري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في مانشيت الصحافة. إذن مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مانشيت الصحافة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا بإذن الله. إلى اللقاء.